السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل صنعاء تلوح بإنهاء المفاوضات مع السعودية وتكشف كواليس اللحظات الأخيرة للتوقيع على خريطة أممية، وإلى التفاصيل. لوحت صنعاء اليوم الاثنين بإنهاء المفاوضات مع السعودية، وذلك بالتزامن مع اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية. وأكد عضو وفد المفاوضات عبد الملك العجري جاهزية صنعاء للذهاب لأقصى الخيارات من أجل مصالح الشعب اليمني، في إشارة إلى التصعيد العسكري. وكان العجري يتحدث في تغريدة واسعة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها كواليس اللحظات الأخيرة للتوقيع على خريطة الطريق الأممية. وأكد العجري بأن صنعاء والرياض كانتا على وشك الإعلان عن الاتفاق، لكن الولايات المتحدة عرقلت الإعلان عقب انخراط اليمن بطوفان الأقصى في 7 أكتوبر. وأكد العجري بأن صنعاء كانت مستعدة لتجاوز الفيتو الأمريكي باعتبار واشنطن لم تكن جزءا من المفاوضات، لكن الجانب الآخر وجد فيها فرصة للانقلاب على الاتفاق ومحاولة استغلال المواجهة التي حصلت بين اليمن والقوات البريطانية والأمريكية كفرصة للفتك بصنعاء وإرغامها على تقديم التنازلات، وهو ما دفعه للتصعيد اقتصاديا. وجاء تلويح صنعاء بإيقاف المفاوضات مع السعودية عشية استمرار التصعيد الاقتصادي باقتحام مقرات البنوك في مناطق سيطرة التحالف، وذلك لرفضها نقل مقراتها إلى عدن. وتشير هذه التطورات إلى أن الوضع يتجه صوب مزيد من التأزم، وربما قد يؤدي إلى عودة العمليات العسكرية للقوات اليمنية. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.